السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. أنا اليوم فرحتي مش واساتي طبعاً، استلمت البين كود والحمد لله رب العالمين بعد ما تفعلت قناتي بشهر 4/16/4، والحمد لله بعدت يعني مرتين على البريد البين كود عشان يوصلني، وإن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلني اليوم صباحا بعد اتصال تليفوني من البريد الفلسطيني، فقالوا لي بأن البين كود قد وصلك أستاذ عماد زيد، وهذا هو البين كود بفضل الله سبحانه وتعالى قد وصلني اليوم. طبعا أقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بسم الله الرحمن الرحيم، كله هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. أقل شيء طبعا الحمد لله أولا وفضله ومنته علي، بعد ما غيرت عنواني كما قالت أختي ريحة الجزائر أفراح فلسطينية من خروج أسرى من السجون وأفراح مزفات فلسطينية، وطبعا أنا محتواي متنوع، لابد أنه يكون المحتوى أكيد لازم يكون المحتوى واحد، ولكن أنا أعمل لقاءات مع شخصيات فلسطينية رياضية سياسية اقتصادية وأدبية أيضا وثقافية، وعملت طبعا أفراح فلسطينية القريب العاجل الحمد لله رب العالمين، وبفضله ومنته وصلني البين كود كما رأيتم الآن أمامكم الحمد لله رب العالمين على أرغام الأغاني الفلسطينية طبعا المحبوبة لدى الجميع. وفي بعد ما وصلت 2160 مشترك الحمد لله رب العالمين بفضل الله، ومن ثم بفضل الناس الذين وقفوا معي وساندوني في محتواي الذي انا اعمل به حاليا. طبعا انا كتبت قبل ما كم يوم او قبل 3 أيام بالخص وبالانسب أنني قد وهبت هذه القناة لله سبحانه وتعالى ولعمل الخير للناس ومساعدة الناس وإفادة الناس في المعلومات، كل واحد بده محتاج أي مساعدة أنا طبعا مستعد إني أساعده. طبعا في هذا السياق أشكر كل من وقف معي وساندني في محتواي من بدايتي قبل 1 سنة و4 أشهر، طبعا لا أستثني أحدا، طبعا كل من وقف معي وساندني أشكر جزيل الشكر، وهذا أقل شيء طبعا أنا بقدمه. طبعا أول من وقف معي في محتواي مع كل الخلافات التي حصلت بيني وبينه إلا أني يعني بشكره جزيل الشكر، وهو الأخ مودي سامح من مصر، أشكر جزيل الشكر. طبعا أنا على يدك وصلت 1000 مشترك، شكر جزيل لك. أخي وليد الفرماوي الذي ساعدني بالشرط الثالث، والشرط الثاني الحمد لله رب العالمين عملت فيديو للأقصى الشريف وجاب معي 2000 ساعة، وكان عندي 2000 ساعة الحمد لله، الآن عندي أكثر من 10,000 ساعة الحمد لله عز وجل. طبعا أختي ريحة الجزائر أشكر جزيل الشكر، أخي محمد صلاح، صاحب جلال، دالي الدجار، عايدة يا عايدة، أختنا حبي أكلتك، حبي أكلتك، قناة حبي أكلتك، طبعا أختنا عايدة شكرا جزيلا لك. أخي أنا طبعا ممكن أنسى بعض الأسماء، ولكن يأتي بذهني أسماء كثيرة جدا، وإذا نسيت حدا يعني يا جماعة ما تأخذوني طبعا بفرحة، نسي أحيانا ما يقال في هذا السياق. أتمنى لكل القنوات التوفيق والنجاح، أتمنى أيضا أنه كل واحد يوصل يأخذ البين كود، فعل قناة يأخذ البين كود يوصل بلا كمان، هذا كله من قلبي بفضل الله عز وجل. أخي طبعا أشكر أخي محمد حكاوة أشعار وخواطر أبو وعد وزوجته، وقفوا معي كثير كثير، وهو طبعا الكل بيعرف انه هذا توأمي واخوي وصديقي العزيز، وقف معي في المحن الكثيرة لما انا كنت بدي اسيب اليوتيوب، اول واحد وقف معي وكان لي لا ما اسيب اليوتيوب، استمر وحتى لو كان مشاهدات قليلة، لا وحتى لو كان عندك خلافات او مشاكل شخصية في بيتك او في
في العمل أو في اليوتيوب، استمر وما تيأس ولا تيأس من روح الله. طبعا في هذا السياق أقول من لم يشكر الله من يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أخي محمد صلاح من غزة، أخي صلاح النجار، وليد الفرماوي، أخي العروبي، أختي سعيدة آل عبران وابنها رضا، أختي لانا كسبري، أشكر جزيل الشكر طبعا أكيد شبان البرية، أسماء كثيرة جدا والله. يعني أنا كثير ناس وقفوا معي، أنا يعني في بالي لا أنسى كل الأسماء، كنت بدي أكتب على ورقة وأحكيها، ولكن أنا يعني أتذكر بعض الأسماء الحالية. أختي سلمى الأردنية شيختي وعلاقتي، خديجة أختي بابا، خديجة أختنا ديانا، أخي العروبي طبعا أشكر جزيل الشكر، عاصم أخي عاصم، أخي آدم الصياد، أسماء كثيرة جدا وقفوا معي وكانوا سند لي في محتواي وساعدوني طبعا بالشروط، وكانوا دائما يقولوا لأنه أنت محتوى جيد وممتاز. أخي أحمد حامد وحيد من سلوان، أخي طبعا لا أنسى أخي إياد أبو الأصمر اللي أنا عملت معاه لقاء طبعا في مخيم بلاطة، في مخيم بلاطة الصمود، وقف معي وساندني وعملت معاه لقاء في بيته وحط طبعا قناة على المتابعة عنده، عنده 100,000 مشترك. شكرا لك أخي إياد. أختي من حيفا أم فياض، أشكرك طبعا جزيل الشكر. هناك أسماء كثيرة والله لا تخطر بالي، ولكن أنا سأعمل بث مباشر وأوعدكم وعد شرف أنه خلال البث المباشر بإذن الله تعالى رايح أنا أذكر جميع الأسماء اللي وقفت معي، وبقول طبعا في هذا السياق إلى كل القنوات، كل أصحاب المحتوى الذين يعملون بجد واجتهاد، طبعا جدوا واجتهدوا من أجل محتواكم، لا تعتمدوا على ما يأتيكم من الخارج، اعملوا فيديوهات مميزة، اعملوا صورة مصغرة، اعملوا عنوان يجذب الجمهور، وصف كلمات مفتاحية، كل يعمل بقدر جهده، ولا تنظروا إلى الخلف دائما ولا تيأسوا من روح الله. طبعا الصبر هو مفتاح الفرج، الصبر 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 هو أهم شيء موجود في حياتنا، ولم يبقى لنا سوى الصبر يا جماعة، واللي بيشتغل من أجل أنه يعيش من وراء هذا المحتوى. طبعا أنا كل احترام له والشخص الكريم، أحب أن أنوه إلى نقطة أخرى في هذا السياق، كل من وصل إلى آلاف المشتركين ومحبين أن يبقى متواضعا لله أولا، ومتواضعا في كلامه وفي نطقه مع الناس، لا يتكبر على الناس، لا يقول ما أنه قناتي أصبحت بعشرات الآلاف أو بالملايين. يجب أن لا أنظر إلى لي كما كنت أنا في السابق صغيرة بدأت من الصفر. طبعا يجب عليه أن ينصح الناس وأن يقف مع القنوات الأخرى ولا يتكبر عليهم ولا يدخل جنة من في قلبه ذرة كبر. طبعا كلنا أولاد تسعة، كلنا أولاد تسعة، ولا يجوز لأي شخص في الدنيا في هذه الدنيا أن يكون متكبرا كما هم الملوك والحكام العرب الذين تجبرون بالفقراء والمساكين والغلابة. وأحيي كل الدول العربية بدون استثناء فلسطين الحبيبة، تاج راسي وأنا ابن فلسطين، أعتز وأفتخر بأني ابن فلسطين. الجزائر حبيبة، معظم أهل الجزائر أشقاء وحبائنا، أهل المغرب تونس، موريتانيا، السودان، مصر، العراق، بلاد الشام، بلاد الخليج العربي، العراق، أهل الشهادة، وأفتخر طبعا بكل الشعوب العربية وكل محبيني ومتابعيني في الوطن العربي. أشكركم جزيل الشكر إنكم وقفتوا معي، وأتمنى للجميع السعادة والهناء والتوفيق بإذن الله تعالى. ومرة أخرى هذا هو البود بالكود
وأقبال يا رب كل مدلب يصل البيج كود أن يوصله البيج كود. والشكر الجزيل مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة لكل من وقف معي وساعدني في الوصول إلى هذا المستوى بفضل الله سبحانه وتعالى. وشكرا جزيلا لكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودعكم مع هذه الأغنية الجميلة الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله.